مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب بالعلم والإيمان مركزنا ينادي وصحبة القرآن مركزنا ينادي نبغي رضا الرحمن مركزنا ينادي والفوز بالجنان مركزنا ينادي بالعلم والإيمان وصحبة القرآن نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب بهمة الشماء مركزنا ينادي والعز والإباء مركزنا ينادي فلنحمل اللواء مركزنا ينادي والنصاد العلياء مركزنا ينادي بالهمة الشماء والعز والإباء فنحمل اللواء والنصعد العلياء مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب ونشعر الأنام مركزنا ينادي بروعة الإسلام مركزنا ينادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن جونا مدرسة السلام لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وتربية الناشئين ودوسك إلهي سبحانه وتعالى كتابك سلقو برنايو إلهي سبحانه وتعالى كتاب سكر لوغو قادو ودوسك لوغو طلق علي إن إلهي سبحانه وتعالى كتابك سلقو برتو مدرسة دو سيدا كوضا ركتان بوركا قدن بأي كل أهداف الرسالة هي أغورين قد بنيسا وأي مجتمع أسو قد بنيسا أغورين رسالة قد بنيسا وحويان إن لهلو تشيل إلهي سبحانه وتعالى كتابك سحفظ سن ووحوي ولور كذا كهيا ونحفظ سنة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيل لغو سودة شيئي إن يدو صدو كلنا وحوية كا وحوية أخلاق لغان عيا أما وحوية أخلاق ودا سكو قرحين أخلاق ونفر أي كتاب إله سبحانه وتعالى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم إن انت أكدي بولا ليال مدرسة دو هدافتي حمبار سنة هاي وحوية دون السنة قاردو وغرين وإن إله سبحانه وتعالى كتابك سددك برطو وأرضيك وحا كتابك إله سبحانه لغو برنيان وحا غرية إنه أرضي قبرته وحقرنته إيه وحقرالك إنه وحنا قري كرا أرضي وحنا أخري كرا وهو الرين مركز هو حويا أقونته أو بحيسة مر لبعض ك حل دنيا كتاب كله سبحانه وتعالى أرضي جل حفظ السيو ورد كلا جا حفظ السيو سيدا وكلا تجسوا وتجويد له وتجويد كي لور راعنا يو يعلمت القرآن ك قطب كاس ده هذا أرضي حمارسنت هاي وحويا أما أهدافه من رسول حمارسنت وحويا إنه وحويا أرضي ذا إلهي سبحانه وتعالى كتابك سينا جعلادان لغو بيارو ووحو يقف قدانو دي وحي لوردقا يانو جعلين وحو يدنين مايو قدبك وحو يان أفراد وإن أرضي ذا لبارو وحو يان أحكامتي إسلامك سيدا ويسادي صلاة يسلو تكناي يا أحكامتي وحو يان كلا إسلامك وحو يان إلا بارو أي وحو يان أهدافت من درسيدة كاميدة وحكولو أهدافت من درسيدة كاميدة وقدبك شناد إن أرضي ذا لبارو لقدي عربي ما دامي وحي اللغه العربيه ما انت اي جبجبته هي او waxa weeyaan aan way macaahidi lagu dhigan jirna iska yaraadeen waxa weeyaan dugsiga quraanka ayaa lagu talagalay in lagu waxa weeyaan la baro luqada carabiga intii aan ka galno biidin ilaahay taala qodobka waxa weeyaan ugu muhiimsan ee qodobka lixaad waxa weeyaan waxa weeyaan ardayga in la baro qardada daayada yartay in la baro xaq waalidku ku leeyahay waa laga marmaan hadaan ilmu xaq waalidku leeyahay kulaha uu kula aanu garanaynin waxa weeyaan waxa weeyaan akhlaaqo soo dhisantay dhameystirantahay maaha marka waxa la baraya ardayga xaqii labada waalidey ku lahaayeen xaqii macallimiintu ku lahaayeen iyo xaqii mujtamaaca qaybihiisa kala duwan uu ku lahaa inaas waa hadafta ay xamaasadda madrasadu waayeen marka waxaan leenahay madrasada salaam biidin ilaahi ta'ala lagu soo dhawaado
gacmo furan baan idigu soo dhaweyneynaa. Aad iyo aadna u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.